Ok, maintenant. في حافلة تسع خمسين تلميذا، ولكن تأخر خمس تلاميذ عن موعد الانطلاق، فانطلقت الحافلة. بون، ما غاديش تسناهم، مرض ولا تعطلوا، نورمالمون خصهم يفيقوا بكري. الوغ سؤال، ما هو عدد إمكانيات جلوس التلاميذ في الحافلة؟ ألوغ نشوفوا هذه الحافلة. الحافلة شحال فيها من مقاعد؟ فيها 50 مقعد. دونك عدد المقاعد عندها 50 مقعد. عدد التلاميذ هو بما انهم كانوا 50 وتأخروا منهم 5، يعني عندنا 45 تلميذ وتلميذة. لا يوجد تكرار. أنا فهاد السؤال هذا، لا يوجد تكرار. علاش؟ لأن تلميذا لا يمكن أن يجلس في مقعدين في نفس الوقت. بطبيعة الحال هنا كنفرضوا أن التلاميذ بعقولهم، شي واحد متكينا وشد جوج بلايص. اوكي، اذا بغينا عدد امكانيات جلوس التلاميذ في الحافله. الوغ هنا ما عندناش تكرار، عندنا 45 50، اذا عدد الامكانيات هو عدد الترتيبات ل 45 عنصر من مجموعة رئيسيها ان يساوي 50. اشنو كيعني هذا؟ كيعني ان عدد الحالات هو ا ديال 45 من 50، اللي هو 50 في 50 في 49 في 48، غيبقى غادي بحال هكا، وغادي ناخدو هنا 45 عنصر. دونك غادي نحيدو واحد ونحيدو جوج ونحيدو ثلاثة ونحيدو أربعة ونحيدو خمسة. دونك غادي يبقى نازل حتى لهنا، فهذا في سبعة في ستة.
وهذا عدد الامكانيات او لا عدد دي عدد الامكانيات ديال جلوس التلاميذ في 45 مقعد. الوغ الى خدينا الفكره المثال ديال قبيله ديال الاشخاص مائده باربع مقاعد وخدينا هنا اربع امكانيات جلوس اربع اشخاص في مائده بعشره مقاعد دونك نفس الفكره ما عندناش تكرار لان شخص ما يمكنش يجلس على جوج ديال المقاعد في مائده دونك غادي يعطينا عدد الترتيبات بدون تكرار ديال اربعه الاشخاص من مجموعه رئيسيها 10 غادي يعطينا ا ديال اربعه من 10. ونقدروا نشوفوا مثال اخر هو مثال جوج. الوغ في هذا المثال هذا غادي نقولوا يملك تلميذ 1000 درهم يريد أن يشتري ملابس دونك غيمشي يشري سراويل و أقمصة يعني دي بانطالون و دي شميز et des pantalons. Alors, دخل التلميذ محلا فأعجبه خمسة سراويل وعشرة شميس. دونك عجبو خمسة سراول و عشرة ديال لي شوميز. ثمن كل سروال 200 درهم و ثمن كل شوميز 200 درهم. Alors, سؤال ما هو عدد الحالات الممكنة لشراء الملابس إذا صرف التلميذ كل نقوده؟ يعني التلميذ غادي يصرف 1000 درهم كل ايه باش يشتري الملابس. عجبو خمسة سراول 10 ديال الشميز كل سروال 200 درهم كل شميز 200 درهم وبغينا نعرفو شحال عدد ديال او شحال عدد الحالات الممكنه. الوغ اشنو هو الجواب؟ 1000 درهم اللي عند التلميذ يمكنها شراء خمسة ديال الملابس فيها يا اما سراول يا اما شميز يمكن ليها تشري خمسة ديال الملابس. هذه النقطة الأولى. لا يوجد تكرار. علاش؟ لأن التلميذ لن يشتري
سروالا من نفس او لا ماشي سروالا ولكن سروالين من نفس الشكل ونفس اللون. طبعا ما غاديش يشري نفس جين نفس السروال نفس القياس نفس هذا، يشري منو جوج؟ نو غادي يشري مختلفين. اذا هادشي اللي غادي يشري مختلفين. ثم غادي نقولوا دونك 1000 درهم يمكن شراء خمسة الملابس، ما عندناش تكرار، والتلميذ اعجبه، غنكتب هنا يمكن شراء خمسة الملابس واعجبه 15 لباسا. يقدر يشري خمسة ولكن يعجبه 15، لا يوجد تكرار. إذن عدد الحالات الممكنة لشراء التلميذ هو عدد الترتيبات بدون تكرار لخمسة ديال العناصر من مجموعة رئيسيها 15، يعني فيها تحتوي على 15 عنصر. بطبيعة الحال هاد 15 عنصر جاتنا لأنه هو اللي عجبوه. لو كانوا عجبوه 10 هنا و 20 هنا، غادي يولي عدد الحالات غادي يكبر، لأنه غيوليو عجبنا 10 و 20 هي 30. دونك الرئيسي غيولي 30. إذن عدد الحالات هو أ ديال 5 من 15. اللي كان عارفه نحسبوها هي 15 في 14 في 13 في 12 واحد جوج ثلاثة أربعة في 11، يعني هنا 5 ديال العناصر، ونحسبوها ونشوفوا شحال.